السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل دورة الاي بي داتاجرام. كنا قد شرحنا في الدرس السابق حقل الاتشلين، واليوم نصل الى حقل السيرفيس تايب والذي يتكون من 8 بت. كانت هذه 8 بت تقسم وفق تقسيم معين واسم معين، كان اسمها تي او اس اختصارا لتايب اوف سيرفيس. كانت تقسم الى 3 بت في البداية، وتستخدم لمعرفة أولوية البيانات، وثلاثة بت في الوسط وتستخدم لمعرفة نوع حزمة البيانات، واثنين بت أخيرة لا تستخدم. أما في التقسيم الجديد أصبح اسمها DS اختصارا لDifferent Surface، وتقسيمها في هذا التقسيم إلى 6 بت تسمى Code Point، وبتين أخيرين لا يستخدمان. هذه الكود بوينت نستفيد من آخر بتين فيها لمعرفة البيانات، فإذا انتهت بصفر أي كان هذا البت رقمه صفر فمعناه أن البيانات آتية من الإنترنت، أما إذا انتهت بواحد واحد فإن البيانات من شبكة محلية، أما إذا انتهت بصفر واحد فإنها temporary or experimental أي محجوزة لاستخدام مستقبلي. في تقسيم آخر في أحد المصادر قسمها إلى 3 بت في البداية و5 بت في النهاية، واستخدم كل البتات، لم يحذف كما حدث في التقسيمين الأولين أنه حذف بتين. في هذا الثلاثة البت الأولى في هذا التقسيم استخدمت للأولوية، أما البت الرابع استخدم للديلي معناها التأخير، والذي بعده الإنتاجية، ثم الموثوقية، ثم التكلفة، ثم ام بي زد ويعني فحص البت. الثلاثة البت الأولى إذا كانت صفر 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 فإن البيانات روتينية، أن هذا الداتاجرام هو بيانات روتينية. إذا كان صفر واحد صفر فإنها البيانات ذات أولوية. إذا كانت صفر واحد صفر فإنها فورية. إذا كانت صفر واحد واحد فإنها بيانات فلاش. إذا كانت 100 فإنها تجاوز الفلاش. إذا كانت 101 فإنها بيانات حرجة. إذا كانت 110 فإنها بيانات تستخدم للتحكم في الإنترنت، وإذا كانت 111 فإنها للتحكم في الشبكة. وهذه جميع احتمالات 3 البت. أما الذي بعده وهو الديلي للتأخير، عندما يضبط على 1 فإن تطلب الحزمة تأخيرا منخفضا، أي التأخير منخفض لاو، وإذا كانت صفر فإنه طبيعي. الإنتاجية كذلك، إذا كان صفر فإن الإنتاجية طبيعية، وإذا كان 1 فإن الإنتاجية سريعة. والموثوقية كذلك، إذا كانت 1 فإنها عالية، موثوقية عالية. والتكلفة إذا كان 1 فإنها منخفضة، تكلفتها منخفضة، وإذا كان صفر فإنها عالية. والواحد البت الأخير والذي يسمى MBZ يستخدم لفحص البت. المغزى أو الفائدة في هذا الحقل أنه لا يحدث فيها خطأ كما كانت قيمته، تكون إن شاء الله أي رقم لا يحصل فيها خطأ أو حذف للداتاجرام أو حذف للبيانات، يعني بمعنى أنها ليست موضع سؤال إذا كان هناك امتحان، أو ليست ذات فائدة كبيرة، تكون 1111 0 كما كانت، لا معنى اختلافها، أي لن يحصل عندها انقطاع للبيانات أو تشويش البيانات أو أي عملية أو أي ضرر على البيانات. كان هذا حقل سيرفيس تايب. بإذن الله في الفيديو القادم ننتقل إلى حقل التوتال لينث. استودعكم الله.